أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، يمكنك الآن الحصول على نسختك من كتاب مدرس على الهوى في مراجعة نصف المنهج. الكتاب الأول كتاب المواد الأدبية، ويحتوي هذا الكتاب على مراجعة نصف المنهج في 9 مواد دراسية في كتاب واحد، وهي التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية، واللغة الإيطالية. الكتاب الثاني كتاب المواد العلمية، ويحتوي هذا الكتاب على مراجعة نصف المنهج في 10 مواد دراسية في كتاب واحد، وهي الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجيولوجيا، الرياضيات، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية، واللغة الإيطالية. وقد قام بإعداد هذه الكتب نخبة متميزة من مقدمي البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهوى طبقاً للنظام الحديث تحت إشراف مستر أحمد السعيد. يمكنك حجز الكتاب من خلال مؤلف الكتاب مقدم البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهوى، أو التواصل مع إدارة البرنامج من خلال الرقم التالي 0163 56 296. تمنياتنا القلبية بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا الأعزاء. أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرس على الهوى، الحلقة رقم 74. صباح الخير على كل طلابنا الأعزاء، صباح الخير على كل مدرسي التاريخ على مستوى الجمهورية اللي هيتابعونا، واللي احنا كالعادة مستنين كل ملاحظاتهم حتى نرتقي بالبرنامج وندنو من الكمال. النهاردة في الحلقة بتاعتنا هيكون مراجعة على الفصل الأول والثاني والثالث للتاريخ للثانوية العامة، وهيكون معنا أحد كوادر المادة، هيكون معنا مستر جمال سعيد. صباح الخير يا مستر. صباح الخير يا مستر. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله تمام. نور الدنيا كلها. ربنا يبارك في حضرتك يا فندم. وهيكون معنا ايضا احد كوادر المادة التاريخ للثانويه العامه مستر احمد مصطفى. صباح الخير يا مستر. صباح الخير يا فندم. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله. نور الدنيا كلها. ربنا يخليك يا رب. نور. زي ما قلنا مع طلابنا الاعزاء، النهارده يعتبر اساتذتنا الافاضل مجمعين كم كبير جدا من الاسئله القائمه على اعمال الفكر والتركيز بالنسبه لمادة التاريخ في الفصل الاول والثاني والثالث، فهنشوف كده المراجعه مع بعض. هنبدا مع مستر جمال سعيد ونشوف كده، يا ريت المخرج جميل يجيب لنا الصفحه رقم 1. اتفضل يا مستر جمال. طبعا ان شاء الله النهارده هنبدا من الفصل الاول. كنا طبعا عايزين ننوه الحاجه ان احنا الاسئله دي جبناها من كتاب مدرس على الهوى، بحيث ان احنا لو في اي طالب عنده اي استفسار او كده فيقدر ان هو يتابع معانا الحلقات فيقدر يشوف الاجابات اللي موجوده في الكتاب. طبعا مش ماشيين بالتسلسل، ولكن احنا اخترنا مجموعه معينه من الاسئله اللي موجوده في الكتاب. نبدا كده معانا الفصل الاول رقم 1. كان هدف لويس 16 من السيطره على مصر يرجع الى رقم 1 تسهيل نقل الانتاج والبضائع نحو الشرق، ولا تعطيل مصالح انجلترا في الشرق، ولا الرغبه في السيطره على موارد الشرق، ولا السيطره على طريق راس رجاء الصالح. طبعا الاجابه هنا هتكون تسهيل نقل الانتاج والبضائع نحو الشرق، لان كان هدف لويس ال16 في الوقت ده انه يسهل تجاره فرنسا علشان ان هي تمر في مصر، لان طبعا في الوقت ده احنا نعرف ان كان في عداوه ما بين انجلترا وفرنسا، وكان في الوقت ده اللي مسيطر على طريق راس الرجاء الصالح كانت انجلترا، فكان من الصعب ان هم يستخدموا طريق راس الرجاء الصالح، ففكر في ان هو يستخدم طريق مصر. ده كده بالنسبه للسؤال الاول. السؤال الثاني بقى، كان العامل المشترك في كل محاولات فرنسا للاستيلاء على مصر خلال العصر الحديث سياسي ولا عسكري ولا ديني ولا اقتصادي؟
طبعا كل المحاولات او تقريبا المحاولات كلها هي عايزه ان هي تسهل تجارتها، عايزه ان هي تسهل طرق مواصلاتها، فلذلك هنجد ان العامل الاساسي كان العامل الاقتصادي، فيبقى احنا هنا هنختار رقم 4 العامل الاقتصادي. طيب نيجي على السؤال اللي بعد كده، في عهد من حكام مصر قام لويس الخامس عشر بطلب التنازل عن مصر مقابل مبلغ من المال؟ طبعا هي فكرة السؤال هنا فكرة جديدة، ان احنا بنختار ان مثلا بيبقى في عندنا حاكم او بيبقى في عندنا مثلا حد موجود، بنبتدي ان احنا نقول الملك او الحدث ده حصل في عهد مين، فبختاره حصل في عهد مين. فعندي هنا السؤال، في عهد من حكام مصر قام لويس الخامس عشر بطلب التنازل عن مصر مقابل مبلغ من المال؟ في عهد محمد علي، ولا في عهد محمد بك ابو الذهب، ولا في عهد علي بك الكبير، ولا في عهد خسر وباشا؟ طبعا هنلاحظ ان الملك لويس ال 15 كانت فتره حكمه موجوده مع او بتتزامن مع فتره علي بك الكبير، لما قام بالحركه الانفصاليه بتاعته مستغلا النزاع او الحرب اللي كانت موجوده ما بين روسيا والدوله العثمانيه، فقام بالحركه الانفصاليه بتاعته. طبعا هنبتدي نروح للمستر احمد علشان نشوف السؤال الرابع. اتفضل يا مستر. الله يخليك. رقم 4، بعد وصول الحملة الفرنسية على مصر أصبح منطقة نفوذ المماليك في الشمال ولا الجنوب ولا الشرق ولا الغرب؟ طبعا احنا عارفين ان مراد بك بعد ما اتهزم في شبرخية ومبابة اضطر مراد بك ان هو يهرب على الصعيد او يفر على الصعيد، يبقى منطقة الصعيد عندنا اللي هي منطقة جنوب مين؟ جنوب مصر. رقم 5، خرجت الحملة الفرنسية من مصر متجهة نحو مصر من جهة الشمال ولا الشرق ولا الغرب ولا الجنوب؟ هنا السؤال بيسأل الحملة الفرنسية خرجت من فرنسا منين؟ طبعا أكيد من جهة الجنوب اللي هو عند ميناء طولون، لما خرج نابليون من ميناء طولون. رقم 6، كانت أول مظاهر مقاومة المماليك للفرنسيين كانت في اسكندرية ولا البحيرة ولا الجيزة ولا القاهرة؟ طبعا أول معركة المماليك حاربوا فيها الفرنسيين كانت في شبرخيت، وشبرخيت دي مدينة موجودة في محافظة البحيرة، يبقى على طول هنختار رقم 2 محافظة البحيرة. رقم 7، بدأت أولى مظاهر التضامن العربي ضد الحملة الفرنسية، يعني أول مظهر عندي من مظاهر التضامن العربي ضد الحملة الفرنسية كان في الوجه البحري ولا كان في جنوب مصر ولا قتل سليمان الحلبي لكليبر ولا صمود أهل عكا؟ طبعا احنا عندنا النقطة دي واضحة جدا في كتاب المدرسة، بتقول إن مجيء قوة محدودة من شبه الجزيرة العربية، يبقى عندي كانت في الصعيد اللي هي جنوب مين؟ جنوب مصر. دلوقتي هنكمل بقى الـ الأسئلة بتاعتنا، ننتقل لصفحة رقم 3. في عندنا السؤال رقم 8. السؤال رقم 8 بنتكلم، بنقول اتسم موقف المماليك في المقاومة ب رقم 1 التخاذل، التراجع، الإقدام، التطور. أنا هدي مهلة برضو ثواني كده بحيث إن لو في الطلبة اللي موجودة معانا يقدروا إن هم يجاوبوا. هقول السؤال من تاني، اتسم موقف المماليك في المقاومة ب التخاذل ولا الإقدام ولا التراجع ولا التطور؟ طبعا أنا هنا هختار الإجابة التراجع. طب ليه أنا اخترت الإجابة التراجع؟ احنا لو جينا نرجع كده بالذاكرة بتاعتنا هنلاقي ان كان في عندنا المعارك اللي قام بيها الفرنسويين بعد لما دخلوا الاسكندرية في مواجهة المماليك. طبعا كانت اول مواجهة كانت موجودة ما بين الفرنسويين واهل مصر، كانت موجودة في الاسكندرية، بس المماليك ما كانوش موجودين فيها، لان اللي كان موجود في الوقت ده كان حاكم مدينة الاسكندرية بالاضافة الى اهالي الاسكندرية. طيب جينا بعد كده في معركة اسمها شبرخيت ومعركة اسمها امبابة. معركة شبرخيت دي اللي كانت في البحيرة او بالقرب من البحيرة، وطبعا اللي حصل فيها هزيمة المماليك، فبدأوا ان هم بعد الهزيمة كان بقيادة مراد بك، فرجع علشان ان هو يقف عند منطقة امبابة اللي هي بالقرب من الجيزة. وفي حاجة عايزة اقولها هنا، ان نابليون في معركة امبابة في الوقت دون كان اطلق، او المعركة دي كانت بالقرب من اهرامات الجيزة، المعركة دي بيسموها معركة الاهرام. وطبعا في فيلم وثائقي بيتكلم عن الحكايه دي اسمه ديسكفر نابليون، فبيقول ان كان نابليون في الوقت دون كانت المعركه سميت بمعركه البطيخ او حقول البطيخ. ففي الوقت دون ان هو قال لك لا، يعني انا هروح على فرنسا اقول لهم انا انتصرت في معركه البطيخ، ففي الوقت دون قال لك لا، احنا هنسميها معركه الاهرام او معركه امبابه. طيب احنا لو جينا بصينا نتيجه معركه امبابه، هرب المماليك او فروا وراحوا على الصعيد. طبعا انا لو جيت بصيت كده هلاقي ان موقف المماليك في الوقت دون بيتراجعوا من مكان لمكان، بيتراجعوا من مكان لمكان، يبقى اذا اتسم موقف المماليك في السؤال بتاعنا اتسم بالتراجع. ننتقل بقى للسؤال اللي بعد كده، السؤال رقم 9. هنقول سهوله دخول الاسكندريه والسيطره عليها بيرجع الى اهمال المماليك الجانب، هل العمراني، الثقافي، العسكري، الصناعي؟ برضو هدي مهله ثواني كده للطلبه علشان انها تفكر
في الإجابة. أقول السؤال من تاني: سهولة دخول الأسكندرية والسيطرة عليها يرجع إلى إهمال المماليك إلى الجانب العمراني الثقافي العسكري الصناعي. طبعا هنا أنا هختار العمراني. طب ليه أنا اخترت العمراني؟ طبعا أنا عايز أقول برضو حاجة، إن إحنا لما بنيجي نجاوب على الأسئلة أنا لازم أفكر في حاجة اسمها احتمالية ليه إن أستبعد بعض الإجابات. يعني لو جيت بصيت الثقافي، لا أنا مش هنا مش همشي معاه الثقافي، الصناعي طبعا لا. طيب في عندي العسكري والعمراني. بالنسبة للمماليك في اللي هو سيطرة الأسكندرية، هل حصل مواجهة للمماليك في الأسكندرية؟ طبعا لا. طب امال المواجهة حصلت فين؟ بعد الأسكندرية. طب ايه اللي خلى الفرنسويين يبقى في عندهم سهولة في السيطرة على الأسكندرية؟ طبعا المماليك ما اهتموش بالقلاع، ما اهتموش بتحصينها، ما اهتموش بيها، فالقلاع دي من الجانب العمراني. فلذلك بنقول ايه؟ ان يرجع سهولة ان هم قدروا ان هم يدخلوا الأسكندرية الى اهمالهم للجانب العمراني. ننتقل للسؤال العاشر: اعتقد نابليون ان خير وسيلة لتوطيد سياسة فرنسا في مصر ان يعمل على. طبعا نابليون كان شاف ان خير وسيلة ان هو يثبت سياسته في مصر، ان هو يخلي يثبت اقدام الحملة في مصر، هي ايه؟ نقول شوف كده الاختيارات معانا: جذب المماليك الى صفه، ولا مجاملة الدولة العثمانية، ولا اشراك الفرنسيين في الديوان العام، ولا انشاء الصحف. طبعا لو مشيت تبع اللي هي نظرية الاستبعاد هلاقي ان انسب حاجة موجودة هنا او هي الحاجة الصحيحة مجاملة الدولة العثمانية، لان نابليون مش كان عايز يكسب ان الدولة او مش عايز يكسب عداوة الدولة العثمانية، فلذلك كان بيجامل الدولة العثمانية قدر المستطاع. لذلك كان ديان خير وسيلة لتوطيد سياسة فرنسا. دلوقتي هننتقل لصفحة 4 مع مستر احمد. اتفضل مستر احمد. رقم 11: بدأ ظهور دور السلاح الاعلامي للفرنسيين في عهد قائدها مين؟ هل كان القائد ده نابليون ولا كليبر ولا مينو ولا نيلسون؟ طبعا احنا رقم 4 نيلسون هنستبعدها، فيبقى احنا قدامنا وكليبر طبعا ما لحقش ان هو يعمل اي حاجه عشان ثوره القاهره الثانيه، فانا قدامي ما بين نابليون وما بين مينو. دور السلاح الاعلامي احنا هنتكلم على الصحافه، وهنتكلم على منشور نابليون اللي نابليون بعته لمصر اساسا علشان يقدر بيه ان هو يسيطر فكريا على المصريين، فهنختار الاجابه رقم 1 اللي هي يكون نابليون. رقم 12: كان العامل الخبره الدور الاكبر في استمرارهم في الطبقة الاجتماعية الأولى في المجتمع المصري. هذه العبارة تنطبق على يعني مين اللي كان لهم دور كبير في مصر قبل مجيء العثمانيين أو قبل مجيء العثمانيين عندنا؟ هنختار هل العثمانيين ولا العلماء ولا البكوات المماليك ولا التجار؟ طبعا احنا عندنا لو هنستبعد هنستبعد التجار وهنستبعد العلماء اللي كان لهم مكانة كبيرة جدا كان البكوات المماليك، علشان كده العثمانيين هيعينوهم أو هيتم الاستعانة بهم كحكام للمماليك، سوري كحكام للأقاليم. رقم 13: ضرب علي بك الكبير النقود باسمه يدل على. طبعا احنا عرفنا ان حركة علي بك الكبير كانت أول حركة انفصالية بمصر المملوكية عن الدولة العثمانية. علي بك الكبير حب ينفرد عن السلطان العثماني، ده بيدل على الاستقلال المالي، يعني هل هو كان عايز يستقل ماليا بس، ولا تغيير وضع مصر السياسي، ولا السيطرة على الاقتصاد المصري، ولا رغبته في رفع قيمة العملة المصرية. طبعا لو هنستبعد هنستبعد رقم 4 وهنستبعد رقم 1، ان علي بك الكبير كانت حركته حركة اول حركة سياسية انفصالية بمصر المملوكية عن الدولة العثمانية، يعني هنختار رقم 2 وهي تغيير وضع مصر السياسي. علي بك الكبير كان عايز يرجع بمصر تاني تكون دولة مملوكية بعيدا عن الدولة العثمانية. معك مستر كمال. تمام، دلوقتي ننتقل لصفحة رقم 5 ونقول السؤال رقم 14. طبعا السؤال رقم 14 مكتوب عندنا: تزامنت مقاومة أهالي الصعيد للحملة الفرنسية مع أحداث. يبقى إذن تزامنت يعني كانت موجودة مع مقاومة أهالي الصعيد، كانت موجودة مع أحداث إيه؟ هل هي ثورة القاهرة الأولى، ولا حملة نابليون على الشام، ولا معركة أبي قير البحرية، ولا معركة شبرخيت؟ ندي بس ثواني كده للطلبة إن هم يحاولوا يفكروا في الإجابة. طبعا هنا أنا هختار الإجابة هتبقى معركة أبي قير البحرية، لأن طبعا في معركة أبي قير البحرية أو في أثناء مقاومة نابليون للصعيد وصلته الأخبار إن كان في عندنا الأسطول الإنجليزي بقيادة نيلسون قام بضرب الأسطول الفرنسي وأغرق الأسطول الفرنسي، ولذلك بنقول إن تعد معركة أبي قير البحرية هي بداية النهاية للحملة الفرنسية، لأن نتيجة المعركة تدهورت أحوال الحملة. طبعا نابليون لما جه طبعا بالحملة بتاعته كان جايب معاه المؤن، الذخيرة، المعدات، كل حاجة هو محتاجها كان جايبها معاه. طب دلوقتي خلاص الأسطول اتدمر، الأسطول غرق، هيبتدي ان هو يعتمد على موارد مصر، ومعنى انه يعتمد على موارد مصر ان هو هيفرض ضرائب، ومن هنا هنقول ان خالفت جميع افعال نابليون اقواله.
بيظهر كذب ونفاق نابليون، هذا الأفاق اللي قال إن أنا لا هفرض ضرائب وهحترم الديانة المصرية وهحترم الدين الإسلامي وهحترم المصريين وهحترم عقائدهم. الراجل ده كان كذاب، فرض ضرائب، أعدم كثير من الثوار والمشايخ، دخل الجامع الأزهر بالخيول. فطبعا قلنا إن كان في الوقت ده تزامنت مقاومة أهالي الصعيد للحملة الفرنسية مع معركة أبي قير البحرية. نيجي على السؤال رقم 15، كان السبب الرئيسي في إطالة يعني زيادة مدة فترة مقاومة أهالي الصعيد، إيه السبب اللي خلى إن أهلنا في الصعيد فترة المقاومة بتاعتهم تزيد؟ نشوف الاختيارات اللي موجودة عندنا، الدعم العسكري من شبه الجزيرة العربية، ولا حرب المناوشات، ولا انضمام المماليك للمقاومة، ولا البعد الجغرافي؟ طبعا لو جينا بصينا على السؤال هلاقي إن السؤال بيقول إيه العامل الرئيسي وإيه العامل اللي كان ليه أكبر سبب في إن يطول فترة مقاومة أهالي الصعيد. طبعا لو جيت بصيت انا هلاقي ان في عندي هنا اجابتين من الممكن ان هم يحتملوا ان هم يكونوا صواب، لكن في عندي اجابه واحده بس هي اللي سليمه، في عندي اللي هي انضمام المماليك للمقاومه، وفي عندي كمان اللي هي البعد الجغرافي. طيب انا هستبعد انضمام المماليك للمقاومه، ليه هستبعد انضمام المماليك للمقاومه؟ لان عندي كده صريحا ان نتيجه ان نابليون او اسف نتيجه ان اهلنا في الصعيد ولما انضم ليهم المماليك وانضم ليهم قوات محدوده من شبه الجزيره العربيه اللي هي من صور التضامن العربي زي ما مستر احمد لسه قايل لنا دلوقتي، طبعا اللي حصل ان كان في عندنا الجغرافيا او اللي هو طول الوادي كان من العوامل اللي ارهقت الفرنسويين. ليه ارهقت الفرنسويين؟ اولا الوادي طويل جدا وفي على الجانبين مثلا موجود اراضي صحراويه، طبعا الاكثر ناس عارفه الصحراء الناس اللي عايشه في المكان ده، انما اللي جاي غريب هو مش عارف المكان ده، ولو دخل الصحراء الصحراء زيها زي البحر، لو دخل جواها خلاص هيتوه، ولو تاه هيموت مش هيعرف يطلع لان مفيش اتجاهات، مفيش عندي اتجاه يقول لي كده يمين هتروح على هنا او كده شمال هتوصل للمدينه كذا، مفيش الكلام ده. فبالتالي كان بالنسبه للبعد الجغرافي كان ليه اثر كبير جدا في ارهاق قوه الفرنسويين، لان في الوقت ده المماليك اتبعوا او اهل الصعيد اتبعوا حرب اسمها الكر والفر او حرب المعارك والمناوشات المتفرقه اللي هي اضرب واجري، هو مش هيقدر يوصلك ولا هيقدر يجيبك، فبالتالي انت انهكت قواهم نظرا لطول الوادي وبعد عن الحكومه المركزيه. ننتقل للسؤال اللي بعد كده، في عندي السؤال رقم 16، كان من مظاهر الحكم التي انشئت في عهد الحمله الفرنسيه وكان لها اهداف امنيه واجتماعيه، عندي ديوان القاهره ولا الديوان العام ولا المجمع العلمي ولا دواوين الاقاليم؟ طيب افكر في السؤال كده، السؤال بيقول ان كان ليه اهداف امنيه واجتماعيه، يعني ايه هدف امني؟ يعني بيحقق الامن. طب ايه عندي من اللي موجود بيحقق الامن؟ لو جيت بصيت في عندي لو لاحظنا الحلقه تقريبا اللي كانت يوم المولد النبوي اللي كنا بنتكلم فيها في نهايه درس الحمله الفرنسيه، كنا قلنا ان في عندنا ديوان اسمه دواوين او دواوين اسمها دواوين الاقاليم، وقلنا في دواوين الاقاليم دهيا قلنا ان كان عندنا انشئت بغرض فض المنازعات بين القرى والمدن، منع المشاحنات، نفضها بطريقه سلميه، يبقى انا كده بحفظ الامن داخل القرى والمدن اللي موجوده في مصر. طيب ننتقل للسؤال اللي بعد كده، السؤال رقم 17، عادت الآثار السياسية للحملة الفرنسية بأكبر استفادة مطلع القرن ال 19 على، مديني في الاختيارات المماليك، الإنجليز، المصريين، الأتراك. طيب تعالوا كده نحلل السؤال، احنا بنقول دلوقتي أكتر استفادة هتعود على مين؟ هل هتعود على المماليك؟ المماليك اللي كانوا في حالة تشرذم سياسي، المماليك اللي ما كانش فيه ما بينهم وحدة صف، المماليك اللي كانت حياتهم كلها قائمة على المعارك والوصول للحكم، المماليك اللي كانت حياتهم تعتبر في الفترة دي قائمة على المكر والخديعة، طبعا لا مش هتعود عليهم. طيب هل هتعود على طبعا قلنا المماليك السبعينهم، هل هتعود على الإنجليز؟ طبعا لا مش هتعود على الإنجليز. طب الأتراك اللي هي الدولة العثمانية؟ طبعا لا. مين اكتر ناس عادت عليهم؟ هم المصريين. ايش معنى المصريين؟ لان في الوقت دون هيبتدي ان المصريين نتيجه اشتراكهم في الدواوين هالفكر عندهم هيزيد، الفكر السياسي هيبتدوا ان هم يتعمقوا فيه، هيبتدوا يفهموا يعني ايه نظام مشاركه في الحكم، يعني ايه نظام ان احنا نختار حاكم، فده هيخليهم بعد خروج الحمله الفرنسيه يصمموا على اختيار محمد علي حاكما لهم. بكده يبقى خلصنا صفحه 5 وننتقل للصفحه رقم 6. اتفضل مستر احمد. صفحه 6 رقم 18، ظهر تعصب مينو وعنصريته في إصلاحاته في مجال إيه؟ الزراعة ولا التجارة ولا الصناعة ولا الصحة العامة؟ طبعا احنا عارفين ان مينو اهتم بالزراعة واهتم بالصناعة واهتم بالتجارة، لكن اكتر حاجة اهتم بها مينو وظهر فيها ان هو انسان متعصب كانت الصناعة. عندنا نقطة واضحة في كتاب المدرسة بتقول ان مينو لما اهتم بالصناعة اقترح عدم ضم عمال مصريين، اقترح عدم ضم عمال مصريين، يعني الراجل عايز يشتغل في الزراعة والتجارة بس في الصناعة مش عايز يضم أي عمال مصريين. رقم 19، كان لمعركة أبي قير البحرية انعكاساتها الإيجابية على الزراعة
ولا التجارة ولا الصناعة ولا الصحة العامة. تعالوا كده مع بعض نفتكر معركة أبو قير البحرية. معركة أبو قير البحرية كانت ما بين الأسطول الإنجليزي ما بين الأسطول الفرنسي. قائد الأسطول الإنجليزي كان نيلسون. طبعا معركة أبو قير البحرية زي ما مستر جمال لسه كان بيتكلم من شوية إن دي كانت بداية النهاية للحملة الفرنسية. فطبعا بعد ما المعركة ما انتهت قدر الأسطول الإنجليزي بقيادة نيلسون السيطرة على ساحل البحر المتوسط بالكامل أو من جهة اسكندرية بالتحديد. فكان طبيعي جدا إن احنا خلاص مش هنعرف نستخدم التجارة من خلال البحر المتوسط. علشان كده طبيعي جدا إن احنا هنفكر في الوقت ده في عهد مينو وإن احنا نبدأ نتاجر مع دول جنوب مصر اللي هي هتبقى السودان ودارفور إلى آخره. يبقى كان لمعركة أبو قير البحرية انعكاساتها الإيجابية هنختار طبعا التجارة. رقم 20، ارتفع شأن سادة سكان الصحراء اللي طبعا سكان الصحراء المنصوب بها اللي هي الايه البدو في عهد الحملة الفرنسية في النواحي العسكرية ولا الاقتصادية ولا الفكرية والعلمية ولا السياسية. لو جينا نبص على النقطة دي هنلاقي ان شأن البدو طبعا اكيد ما زادش في الشؤون العسكرية باعتبار ان هم اساسا مش هيحاربوا مش هيعملوا حاجة، لكن زاد نفوذهم في رقم 4 اللي هي الاحوال السياسية، ان بدأ نابليون يدخلهم ك كعناصر مؤيدة او كعناصر مشتركة في نظام الحكم اللي هي رؤساء الايه العربين زي ما مستر جمال كان بيتكلم معانا من شوية. اتفضل مستر. دلوقتي هننتقل بقى على الفصل الثاني. احنا كده يعني خدنا 20 سؤال على الفصل الاولاني، ناخد كمان 20 سؤال على الفصل الثاني ونحاول ان احنا نوضحهم. لو جينا بصينا على السؤال الاول، نبص كده في صفحة رقم 7 هتتعرض لنا دلوقتي على الشاشة. فقدت الدولة العثمانية سيطرتها على سلطة الحكم في مصر مطلع القرن ال19 بسبب المؤامرات الدولية ولا المؤامرات الداخلية ولا الاتفاقيات السياسية ولا قوة الحامية العثمانية؟ طبعا أنا هنا هختار الإجابة، ثواني علشان الطلبة تفكر معنا، هختار المؤامرات الداخلية. طب ليه أنا هختار المؤامرات الداخلية؟ طبعا أنا هختار المؤامرات الداخلية لأن الفترة دي كانت فترة اللي هي ثلاث خروج الحملة الفرنسية، كانت فترة عدم استقرار سياسي. إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن تعدد الولاة في فترة وجيزة جدا. يعني لو جينا بصينا هنلاقي كان في عندنا خسرو وفي عندنا طاهر وفي عندنا أحمد باشا وفي عندنا علي الجزائرلي وكان في عندنا بعد كده اللي هو خورشيد باشا وكان في البرديسي. طبعا دي كلها كان ولاة كانوا موجودين في فترة وجيزة جدا، وطبعا كلهم كان بيحصل ضدهم اللي هي مؤامرات. يعني كان مثلا في منهم اللي كان بيحيك ضده المؤامرات فكان بيقتل قبل وصول للحكم، زي عندنا أحمد علي الجزائرلي. علي الجزائرلي اتقتل قبل الوصول للحكم، أحمد باشا يوم واحد اللي قعدوا في الحكم وبعد كده خلاص نتيجة جو المؤامرات اللي كانت موجودة. فلذلك بنقول ان عندنا المؤامرات الداخلية. ننتقل للسؤال رقم 22. تلكأت يعني تباطأت او تأخرت، تلكأت انجلترا في الخروج من مصر بعد الحملة الفرنسية نظرا لأهمية مصر من الناحية سياسية ولا استراتيجية ولا اقتصادية ولا علمية وثقافية؟ اعيد تاني السؤال لما ظهر على الشاشة قدامنا. تلكأت انجلترا يعني تلكأت يعني تباطأت أو تأخرت في الخروج من مصر بعد الحملة الفرنسية نظرا لأهمية مصر من الناحية السياسية الاقتصادية الاستراتيجية ولا العلمية والثقافية؟ طبعا هنا أنسب حاجة وأفضل حاجة إن أنا هختارها هي الاستراتيجية. ومعنى استراتيجية يعني الأهمية في وقت السلم أو في وقت الحرب. فلذلك مصر كان لها أهمية مهمة جدا 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 بالنسبة لإنجلترا، وخطورة مصر على أهم مستعمراتها بالنسبة للهند. طبعا كانت أهم مستعمرة بالنسبة لإنجلترا في الوقت ده هي الهند، لأن الهند كانت في الوقت ده كانت هي ولحد دلوقتي يعني احنا نعرف ان الهند مشهورة بالبهارات والتوابل اللي فيها. فاللي كان هيسيطر على تجارة البهارات كان او اللي هيسيطر على الهند هيسيطر على تجارة البهارات في العالم، فده كان يعتبر كنز بالنسبة لإنجلترا ان هي تسيطر عليه. فبالتالي كان بالنسبة لها ان مصر اللي هيسيطر عليها زي ما فرنسا اوضحت. يعني احنا بنقول دايما ان مصر دي كانت عاملة زي الجوهرة المدفونة، جت فرنسا لمعتها، فأول ما بدأت تبرق برقت في عين إنجلترا، لأن ده بيبين خطورتها على أهم مستعمراتها في الهند. في حتة أنا عايز أوضحها هنا للطلبة، إيه اللي جاب علاقة مصر اللي موجودة في قارة أفريقيا اللي موجودة في يعني من ضمن دول اللي بتطلع على البحر المتوسط يعني في شمال أفريقيا والبحر الأحمر في شمال البحر الأحمر بالنسبة للهند اللي موجودة في قارة آسيا؟ طبعا في الوقت ده اللي لو مثلا فرنسا كان تفكيرها لو سيطرت على مصر يبقى بالتالي هتقدر تبسط سيطرتها على البحر الاحمر والملاحه في البحر الاحمر، فبالتالي كانت تقدر تيجي عند خليج مثلا عدن وتقدر تحط مثلا مجموعه من السفن الخاصه بالاسطول بتاعها. اي سفن تجاريه لانجلترا هتحاول تعدي من المنطقه دي حوالين راس الرجاء الصالح هتهاجم، وطبعا السفن التجاريه ما بتمشيش معاها اسلحه، وانجلترا مش هتخلي ورا كل اسطول ماشي تطلع ورا كل مثلا سفن تجاريه تطلع اسطول، والا بقى يبقى من السهل ان فرنسا تروح تحتلها بقى ومش هتيجي على مصر،
ليه؟ لان خرجت اسطولها، واحنا عارفين ان اقوى اسطول في العالم في الوقت ده كان الاسطول الانجليزي. فنظرا ان مصر موقعها الاستراتيجي مهم، فقال لك لا انا ما ينفعش ان انا اخرج من مصر غير لما اطمن. وهنشوف بعد كده في الفصول اللي جايه سواء في الفصل الخامس او بعد كده ان انجلترا عرفت خطوره وجود محمد علي في مصر، وعرفت وجوده بعد كده لما هيتوسع في شبه الجزيره العربيه، فبالتالي هتتخذ اجراءات هنعرفها بعدين. نيجي للسؤال رقم 23. بدا الوعي السياسي يعني التطور الفكر السياسي لدى المصريين في الظهور او ظهرت نتائجه في اوائل القرن ال 19 بفضل مين؟ المماليك ولا الانجليز ولا العثمانيين؟ طبعا التلات اختيارات اللي انا قلتهم دول طبعا بعيد عن الواقع، الوحيد اللي قريب او مش قريب هو الصحيح هي الزعامة الشعبية، لان الزعامة الشعبية لسه قايلين من شوية لما اشتركت في الدواوين بدأوا ان هم ياخدوا او ان هم يعرفوا اهمية مشاركة الحكم، فهيفرضوا على محمد علي الشروط عند الولاية، هيقول له محمد علي انت ما تحكمش الا بالعدل وما تاخدش اي قرار، لا تبرم اي امر الا بمشورتنا. فلذلك هنقول ان ظهر الوعي السياسي بفضل الزعامة الشعبية. كده خلصنا صفحة 7 وننتقل لصفحة 8. اتفضل مستر احمد. صفحة 8 رقم 24. السؤال بيقول من مميزات سقوط الاحتكار على الزراعة والتجارة انها اصبحت ايه؟ طبعا احنا عارفين ان محمد علي وضع نظام الاحتكار، وكان المقصود بيه ان محمد علي بيتحكم في الزراعة والصناعة والتجارة، بمعنى ان محمد علي هو الزارع الوحيد، هو الصانع الوحيد، هو التاجر الوحيد. واحنا طبعا عارفين تعريف نظام الاحتكار ايه. احنا دلوقتي بنتكلم على مرحلة سقوط نظام الاحتكار، يعني بعد معاهدة بلطليمان وبعد تنفيذ معاهدة لندن 1840. طبعا بتنفيذ معاهدة بلطليمان وتنفيذ معاهدة لندن 1840 اصبح الفلاح المصري حر في الزراعة، بمعنى ان الزراعة عندنا هتكون مقيدة ولا نامية ولا متحررة ولا متطورة. بما ان الفلاح اصبح حر في الزراعة تبقى اذا هنا الزراعة اصبحت متحررة. سؤال 25، كانت أولى المعارك التي خاضها الجيش المصري النظامي الذي تخرج من الخبرات الفرنسية هي حروب إيه؟ يا ترى حروب الشام ولا الجزيرة العربية ولا السودان ولا المورة؟ طبعا احنا اتفقنا أن محمد علي بدأ يدرب الجيش المصري واستعان بالخبرة الفرنسية في الوقت ده، واللي هو الكولونيل سيف طبعا اللي هو دخل بعد كده في الإسلام وسمى نفسه سليمان باشا الفرنساوي. طبعا الجيش المصري ما دخلش حرب السودان، الجيش المصري ما دخلش حرب الجزيره العربيه، اللي دخل حرب الجزيره العربيه مستر جمال احنا عارفينه طبعا كان الجنود اللي كان جامع محمد علي اللي هم الالبان والارناؤوط. لكن الجيش المصري اول حرب دخلها الجيش المصري كانت حرب اليونان، والمقصود بحرب اليونان هنا هي حرب المورا. وقدر الجيش المصري يحقق انتصارات كبيره جدا في البدايه، لكن دي الحرب الوحيده اللي يعتبر محمد علي خسر فيها، لكن قدر محمد علي يكسب بعض المكاسب زي جزيره كريت اللي كسبها محمد علي. يبقى احنا في الوقت ده هنختار الإجابة رقم 4 اللي هي المقصود بها حرب المورا أو حرب اليونان. 26، كان النظام الحكومي الذي أقره محمد علي في الشام يعتمد على نظام، نظام الفيدرالية ولا الديمقراطية ولا المركزية ولا اللامركزية؟ طبعا عارفين أن محمد علي كان نظام حكمه نظام حكم مركزي. محمد علي لما قسم مصر إلى 7 مديريات وخلى المديرية الأساسية اللي عندنا وهي مدينة القاهرة بتخرج منها كل الأوامر اللي بتخرج لمصر، بتخرج للشام، بتخرج للسودان، بتخرج لأي مكان محمد علي كان بيسيطر عليه. فيبقى نظام الحكم هنا عندنا نظام حكم مركزي يعتمد على المركزية، بمعنى أن محمد علي هو اللي بيتحكم في كل حاجة موجودة في الولايات اللي هو مسيطر عليها أو في المناطق اللي هو مسيطر عليها. يبقى هنختار إجابة رقم 3 وهي المركزية. سؤال رقم 27، بعد ضم محمد علي للشام كانت أولوية إصلاحاته في المجال إيه؟ طبعا هنختار السياسي ولا الاجتماعي ولا الفكري ولا التعليمي. طبعا هنستبعد رقم 3 اللي هي الفكري دي خالص، وهنستبعد رقم 4 وهي التعليمي. يا ترى ايه الانجازات اللي محمد علي عملها؟ محمد علي طبعا عرفنا هناك ان هو بدا يسيطر على الشام، بدا يسيطر على الامراء الاقطاعيين اللي هناك، بدا يقسم السودان تقسيم اداري، بدا يفرض نظام الجنديه. فطبعا ده كله بنسميه اصلاحاته في المجال السياسي مستر جمال. نتنقل لمستر جمال وصفحه رقم 9. تمام. دلوقتي في صفحه رقم 9 هناخد السؤال رقم 28. طبعا السؤال رقم 28 لو جينا بصينا عليه هيظهر لنا دلوقتي على الشاشه. العامل المؤثر في موقف محمد علي من فكره قناه تربط بين البحرين الاحمر والمتوسط هو خشيه وقوع مصر في مشكله الديون الماليه، ولا الرغبه في تدعيم نفوذ مصر خارجيا، ولا ابعاد التدخل العثماني في شؤون مصر، ولا الخوف من الدخول في ازمات دوليه؟ تاني هعيد السؤال. العامل المؤثر في موقف محمد علي من فكرة قناة تربط بين البحرين الأحمر والمتوسط هو خشية وقوع مصر في مشكلة الديون المالية، ولا الرغبة في تدعيم نفوذ مصر خارجيا،
ولا إبعاد التدخل العثماني في شؤون مصر، ولا الخوف من الدخول في أزمات دولية؟ طبعا لو جينا بصينا هنا، محمد علي اتعرض عليه فكرة مشروع قناة السويس. محمد علي كان فكره مختلف شوية، على الرغم ان هو عارف أهمية مشروع قناة السويس، وعارف ان أهميته الاقتصادية دي يعني هتدخل لمصر او هتدر عليه دخل كبير جدا جدا جدا، لكنه كان بعيد النظر. محمد علي لما اتعرض عليه فكرة مشروع قناة السويس رد قائلا رد قاطع: لا أريد بسفور آخر في مصر. يعني ايه لا أريد بسفور آخر في مصر؟ يعني انا مش عايز ان يتدخل الدول الأوروبية في شؤون مصر، زي ما حصل مع تركيا او الدوله العثمانيه، ان في عندنا دوله روسيا كانت كل شويه لو جينا بصينا من خلال المنهج بتاعنا هنلاقي حبه حبايب وحبه اعداء، حبه حروب وحبه تحالفات. فكان ايه سبب الحروب اللي كانت موجوده ما بين مصر والدوله العثمانيه، الدوله العثمانيه وروسيا؟ كان سبب الحروب دي اللي هي تحكم الدوله العثمانيه في مضيق الدردنيل والبوسفور. فكانت روسيا عايزه ان هي تضمن حريه الملاحه او تضمن المنفذ الوحيد ليها علشان تقدر تيجي على البحر المتوسط، فكان لازم ان هي تقدر تسيطر على مضيق البوسفور. فلذلك فكرت ان هي او تدخل في حروب كثيره مع الدوله العثمانيه. فمحمد علي قال لك لا، انا مش عايز ان يحصل كده، ان قناه السويس لو اتعملت خلاص يعني اصبحت اهم ممر ملاحي مائي في العالم كله. فقال لك لا، انا مش عايز الحكايه دي علشان ما اسمحش بتدخل اجنبي. فلذلك هختار الاجابه رقم 4 اللي هي الخوف من الدخول في ازمات دوليه. ننتقل للسؤال اللي بعد كده، السؤال رقم 29. اهتم محمد علي بصناعة الحرير في مصر، لذلك قام محمد علي بإدخال أنواع جديدة من النباتات. إيه النباتات اللي أدخلها محمد علي؟ هل هي أشجار التوت؟ ولا هل هي نبتة النيلة الهندية؟ ولا هل هي قصب السكر؟ ولا هل تحسين زراعة القطن؟ طبعا لو جينا بصينا كده على الإجابات اللي موجودة عندنا، هلاقي إن أنسب حاجة عندي اللي هي الاهتمام بزراعة أشجار التوت. ليه؟ لأن قصب السكر أنا مش هقدر أصنع منه مواد ناعمة، مش هقدر أصنع منه حرير. في عندي النيلة دي بتستخدم في الصبغة. في عندي القطن، دي مادة قطنية ملهاش دعوة بالحرير. فلذلك كان محمد علي أدخل زراعة التوت علشان يربى عليه دودة القز، ودي حاجة بنبتدي إن احنا نستخدمها في إنتاج الحرير. علشان كده هنجد إن برضو الفكر السياسي بتاع محمد علي إنه كان يعتمد على كل الموارد اللي موجودة في مصر، فهيهتم بالصناعة بعد كده هنلاقي فيها غزل ونسيج، لأنه هيحسن زراعة القطن. ومعليش أنا عايز أتكلم على الحتة دي، تحسين زراعة القطن يعني ما أدخلش زراعة القطن، هو دخل سلالات جديدة من القطن زودت الإنتاج، زي القطن طويل التيلة. تمام. ومن ضمن المنسوجات برضو اللي هي اللي عندنا الحرير، وكمان كان فيه اللي هي الأصواف متوفرة عندنا. فلذلك محمد علي كان بيعتمد على المادة الخام اللي موجودة عندنا. ننتقل للسؤال اللي بعد كده، السؤال رقم 30. التزم الصناع في كافة ربوع مصر، كلمة كافة ربوع يعني كافة أنحاء أو كافة أرجاء مصر، بالصناعات التي أقرها محمد علي نتيجة صعوبة تسويق المنتجات إلا من خلال الحكومة، ولا توفير المواد الخام بأسعار ملائمة لإمكانيات الصناع، ولا قيام محمد علي بإنشاء المصانع، ولا استمرار زيادة نفوذ طوائف الحرف كوسطاء؟ نستنى ثواني كده علشان الطلبة تبدأ إن هي تفكر. طبعا الإجابة اللي هتبقى موجودة عندي هنا الإجابة رقم 1 اللي هي إيه؟ إن محمد علي أوجد صعوبة في إن هم يسوقوا منتجاتهم. إزاي محمد علي أوجد صعوبة في إن هم يسوقوا منتجاتهم؟ محمد علي طبق نظام اسمه نظام الاحتكار. ونظام الاحتكار معناه هو نوع من التوجيه المالي والسياسي والمالي والاقتصادي بالنسبة للدولة. إزاي؟ محمد علي هيحدد إيه هي الغلات التي يجب أن تزرع، وإيه هي المصنوعات التي يجب أن تصنع، وهيحدد أسمان بيعها وأسمان شرائها وتخزينها في مخازن الدولة. فما كانش حد يقدر يبيع يعني زي ما بنقول خردلة، ما كانش حد يقدر يبيع مثلا قشة إلا من خلال الحكومة. فانت دلوقتي عايز تصنع حاجه غير اللي انا هقولها لك، صنع، بس وريني مين اللي هيشتريها منك. تمام. دلوقتي احنا كده وصلنا لنهايه الصفحه 9، ننتقل لصفحه 10 مع مستر احمد. اتفضل يا باشا. صفحه 10، سؤال رقم 31. السؤال بيقول: انشاء محمد علي للمدارس الزراعيه، ليه محمد علي انشا المدارس الزراعيه؟ بهدف ايه؟ واحد، هل زياده الانتاج، ولا توفير الجهد، ولا توفير الكفاءات، ولا تحديد المسؤوليات؟ لو افكر بسياسه ان انا هستبعد اجابتين، فاكيد طبعا انا هستبعد رقم 1 ورقم 2، وهشك في رقم 3 اللي هي توفير الكفاءات وتحديد المسؤوليات. او هنا بيتكلم على سياسه محمد علي الزراعيه. احنا اتفقنا ان محمد علي كانت فكرته ارسال بعثات خارجيه وبناء مدارس، بناء مدارس طبعا في كل التخصصات. الهدف من المدارس طبعا اكيد مش تحديد المسؤوليات، هيكون توفير الكفاءات. يبقى احنا نختار النقطه رقم 3. سؤال رقم 32 بيقول: فكر محمد علي في إنشاء مجموعة من الدواوين والمجالس، وذلك من أجل إيه؟ هل محمد علي
رقم واحد ايمانه بالحياه النيابيه الدستوريه. طبعا احنا اتفقنا ان محمد علي اساسا كان نظام حكمه نظام حكم مطلق فردي، بمعنى ان محمد علي كان بيعمل اللي هو عايزه، يبقى اكيد طبعا انا هستبعد رقم واحد. رقم اثنين تحقيق مبدا الفصل بين السلطات. طبعا احنا عارفين عندنا السلطه التنفيذيه والسلطه التشريعيه والسلطه القضائيه، محمد علي كان تقريبا هو مصدر السلطه الوحيد في مصر، فسواء كان في الحياه السياسيه او في الاقتصاديه او في كل حاجه، يبقى انا برضو هستبعد رقم واحد وهستبعد رقم اثنين. النقطة رقم ثلاثة بتقول تأسيس جهاز حكومي يقوم بالإشراف على كل المسائل الدولة أو كل المسائل الإدارية في الدولة يعني، ولا رغبته في التعرف على ما يدور في أذهان الشعب المصري. طبعا مش حوار إن محمد علي عايز يتعرف على كل ما يدور في أذهان الشعب المصري، إن محمد علي أوريدي أساسا هو كان شغال مع مصر وقاعد في مصر بقاله فترة وعارف الشعب المصري بيفكر إزاي. محمد علي كانت الدواوين والمجالس مجرد إن هي بتساعده في كيفية إدارة الدولة، ومحمد علي زي ما اتفقنا كان نظام حكمه نظام حكم مطلق فردي. رقم 33 السؤال بيقول الصورة التي أمامك لإمام أول بعثة تعليمية في عهد محمد علي واقترح عليه إنشاء مدرسة الألسن. طيب نبص على الصورة الأول كده، الصورة اللي قدامنا صورة للإمام أو العالم اللي قدامنا اللي هو رفاعة رافع الطهطاوي. طبعا رفاعة الطهطاوي كان إمام لأول بعثة أرسلها محمد علي إلى فرنسا، وهو اللي اقترح على محمد علي إنشاء مدرسة للألسن، والكلام ده كان سنة 1836. فطبيعي جدا ان احنا نشوف مين اللي انشا مدرسه الالسن او مين اللي قال عايزين ننشا مدرسه الالسن. طبعا كان رفاعة الطهطاوي. هل الهدف من انشاء مدرسه الالسن كان الاهتمام ببناء القوى الذاتيه، ولا رقم 2 الاهتمام بدراسه القانون والسياسه، ولا رقم 3 الاهتمام بالثقافه الانسانيه، ولا الاهتمام بالعلوم والمعارف الاوروبيه؟ لو هنفكر ان احنا نستبعد فاكيد طبعا انا هستبعد رقم 1 ورقم 2 بعيد خالص عن القوى الذاتيه او القانون والسياسه. ممكن ان انا اشك في رقم 3 اللي هي الثقافه الانسانيه او الاهتمام بالعلوم والمعارف الاوروبيه. هتلاقي عندك في كتاب المدرسه بيقول بعدما اطلع رفاعة الطهطاوي على العلوم والمعارف الاوروبيه قدر ان هو او فكر في ان هو يعرض على محمد علي انشاء مدرسه لتعليم اللغات في مصر. كان ممكن مثلا السؤال يجي لنا لو احنا بالطريقه القديمه، ما العلاقه بين رفاعة الطهطاوي ومدرسه الالسن، او ما العلاقه بين رفاعة الطهطاوي واللغه الايطاليه او اي لغه عندنا؟ طبعا رفاعة الطهطاوي هو اللي اقترح على محمد علي انشاء مدرسه الالسن لتعليم اللغه. ننتقل لصفحة رقم 11 مع مستر جمال. تمام أستاذنا أحمد، دلوقتي هننتقل لصفحة 11 هنتكلم في السؤال رقم 34. طبعا هيتعرض دلوقتي السؤال بيقول طبق محمد علي فكرة الرقابة الإدارية، وظهر ذلك في إصلاحاته من خلال إنشاء، يعني محمد علي طبق فكرة الرقابة الإدارية، معنى الرقابة الإدارية اللي هي بتراقب كبار الموظفين اللي موجودين في الدولة، من خلال الديوان العالي، المجلس العالي، جمعية الحقانية، مجلس المشورة. طبعا عندنا الحاجة أو الهيئة اللي أرسلها أو أنشأها محمد علي علشان تحكم كبار الموظفين كانت عندنا جمعية الحقانية، فلذلك دي تعد صورة لهيئة الرقابة الإدارية. ننتقل للسؤال اللي بعد كده، تأثر النشاط الاقتصادي في مصر سلبا في عهد خلفاء محمد علي عندما ألغى سعيد باشا ضريبة الدخولية، أصدر الخديوي إسماعيل قانون المقابلة، قام التجار الأجانب بتوريد احتياجات مصر، قام الفلاحون ببيع محصولهم من خلال المزاد. طبعا هنجد ان تأثر النشاط الاقتصادي، الحاجة اللي بتدل على تأثر النشاط الاقتصادي عندنا النقطة رقم 3 اللي هي قام التجار الأجانب بتوريد احتياجات احتياجات السوق المصري، فلذلك هنقول ان تأثر سلبا في عهد خلفاء محمد علي، لان اصبح ان هم بيوفروا المنتجات، اصبح المنتجات موجودة عندنا بسعر اقل من اللي موجودة في السوق المصري، فده أثر على اللي هي النشاط الاقتصادي سلبا. طيب نيجي بعد كده، أثبتت هزيمة الإنجليز في رشيد والحماد أثناء حملة فريزر عام 1807 خبرة الشعب المصري في مقاومة المحتل، ولا ضعف قوات الجيش الإنجليزي، ولا زيادة قوات محمد علي العسكرية أو قوة محمد علي العسكرية ونفوذه، ولا تفوق العسكري للزعامة الشعبية؟ طبعا أنا لو جيت بصيت هنا أنا هختار خبرة الشعب المصري في مقاومة المحتل. طب إشمعنى أنا اخترت خبرة الشعب المصري؟ لأن في الوقت ده لو نفتكر لو رجعنا شوية كان في عندنا في الفصل الاولاني ان الشعب المصري قدر ان هو يشترك في الدواوين المختلفه، قدر يطلع على الثقافات، قدر ان هو ينمو عنده الفكر وتطور. كمان هنجد ان الشعب المصري بدا ان هو يقوم بالثورات زي ثوره القاهره الاولى، ثوره القاهره الثانيه، كل الحاجات دي اثرت في فكر الشعب المصري، لان الشعب المصري قبل كده ما كانش بيقوم بالثورات ولا كان بيطالب بتغيير الحكام، فلذلك هختار خبره الشعب المصري في مقاومه المحتل. نيجي بقى على السؤال رقم 37، اتفضل يا مستر. سؤال 37 بيقول تشابهت السياسة الزراعية في عهد الحملة الفرنسية وعهد محمد علي في ايه؟ يعني السياسة الزراعية في عهد الحملة الفرنسية وعهد محمد علي الاثنين كانوا شبه بعض في ايه؟ واحد الاهتمام بالتعليم الزراعي، طبعا فرنسا ما عادتش في مصر فترة طويلة عشان تقدر انها تهتم بالتعليم الزراعي او تبني مدارس زراعية او غيره.
رقم 2 إدخال نباتات زراعية جديدة، ولا إنشاء مشاريع للري على نهر النيل، ولا العمل على توفير الجهد. طبعا لو هنفكر بسلسلة الاستبعاد فأنا طبعا هستبعد رقم 1 وهستبعد رقم 4. تعالى نفتكر مع بعض الحملة الفرنسية. احنا اتفقنا ان نابليون اهتم بالزراعة، واللي اهتم بالزراعة اكتر كان مينو، وادخل العديد من المحاصيل الى مصر زي محصول الخوخ والكمثرى وغيره. فمحمد علي كمان ادخل لمصر سلالات جديدة من القطن، وادخل نبات او اشجار التوت علشان يقدر يربي عليها الحرير او ينتج الحرير. فنختار نقطة رقم 2 وهي ادخال نباتات زراعية جديدة. سؤال 38، كانت توسعات محمد علي تقوم بدور الظهير للحكومة المركزية التي أقامها في مصر. في ضوء العبارة السابقة هدفت توسعات محمد علي إلى، يعني الهدف من توسعات محمد علي كان إيه؟ ليه محمد علي عمل الحروب بتاعته دي كلها؟ هل 1 إيجاد حلول للأزمات المالية والاقتصادية، ولا 2 خدمة المجال الحيوي والامتداد الطبيعي، ولا توطيد علاقة مصر بالنسبة للسلطان العثماني، ولا مواجهة مطامع الدول الأوروبية؟ خلينا نتفق ان معظم حروب محمد علي كان محمد علي بيتوسع، سواء توسعه في السودان او توسع محمد علي في بلاد الشام، كان هدفه بس فكرة خدمة المجال الحيوي لمصر. يعني ان الشام والسودان بالنسبة لنا امن قومي، فطبيعي جدا ان محمد علي كان عايز يسيطر على الشام وعايز يسيطر على مصر علشان حماية الامن القومي المصري. فاحنا طبعا هنختار نقطة رقم 2 وهي خدمة المجال الحيوي والامتداد الطبيعي. تمام. ننتقل دلوقتي لصفحة 13، السؤال رقم 39، يرجع ازدهار القطن أو زراعة القطن في مصر خلال عصر سعيد باشا إلى رقم 1 تطور أساليب الزراعة، ولا دخول الاستثمارات الأجنبية في مجال النسيج، ولا زيادة الطلب على القطن عالميا، ولا تخفيف الضرائب على المزارعين. طبعا هنا الإجابة هي الأنسب، هي زيادة الأسعار القطن عالميا وزيادة الطلب عليه، فبدأ نتوسع في زراعة القطن. السؤال رقم 40، اعتمد إسماعيل في مشروع الاستقلالي عن الدولة العثمانية على التدرج في تحقيق طموحاته، ولا الصدام مع السلطان العثماني، ولا قوته الاقتصادية، ولا تحالفاته السياسية؟ لا، هو إسماعيل هنا كان في عنده تدرج في طموحاته، ان هو في الاول انا عايز اكبر ابنائي يمسك الحكم، بعد كده انا عايز ان انا يبقى في عندي استقلال اعمل معاهدات، فبدأ ان هو يتدرج في طموحاته. ننتقل لصفحة رقم 14 وبداية الفصل الثالث. اتفضل مستر احمد. بداية الفصل الثالث، احنا عندنا برضو حوالي 20 سؤال، ان شاء الله وقت الحلقة نقدر ان احنا نلحق نقول 20 سؤال باذن الله. سؤال رقم 41، كانت الديون حجج وهي لفرض تدخل الأجنبي في شؤون مصر بدليل المطالبة بها عام 1875، ولا رقم 2 التوقف عن المطالبة عنها بعد بعثة كيف، ولا رقم 3 المطالبة بنصيب مصر في أرباح قناة السويس، ولا المطالبة بإنشاء المراقبة الثنائية؟ طبعا نيجي نتكلم على مشكلة الديون. الديون بدأت عندنا من سعيد باشا لما استلف أول قرض من بريطانيا سنة 1862. لو بصينا كويس هنلاقي أن سعيد استلف حوالي 11 مليون، والخديوي اسماعيل استلف اكتر من 126 مليون جنيه. طبعا بريطانيا في الوقت ده والدول اللي احنا مديون ليها ما طلبوش بالديون غير في العام سنه 1875، وهو العام الذي توسع فيه الخديوي اسماعيل في منطقه شرق افريقيا او بالتحديد الحبشه. يعني ما كانش صدفه ان هم يطلبوا الديون بتاعتهم سنه 1875. يبقى احنا هنختار اجابه رقم 1 وهي المطالبه بها عام 1875. رقم 42، كانت قناة السويس من أسباب تدخل بريطانيا في شؤون مصر في عهد إسماعيل بسبب 1 التوسع المصري في شرق أفريقيا، ولا حل الأزمة المالية، ولا خطورتها على تجارة إنجلترا الدولية، ولا تأمين الطرق التجارية الدولية؟ طبعا لو هنستبعد أنا هستبعد رقم 2 حل الأزمة المالية، أكيد بريطانيا طبعا مش عايزة تحل الأزمة المالية في مصر، ومش هختار تأمين الطرق التجارية الدولية. هختار نقطة رقم 3، خطورة قناة السويس على تجارة إنجلترا الدولية. لسه مصر جمال كان بيتكلم من شويه ان انجلترا كانت مسيطره على طريق راس الرجاء الصالح، كان الاسطول الانجليزي مسيطر على الطريق ده كله. لما فرنسا احتلت مصر اظهرت اهميه موقع مصر الجغرافي، فطبيعي جدا ان انجلترا تفكر ان هي تحتل مصر بسبب قناه بسبب قناه السويس. يبقى احنا هنختار نقطه رقم 3 وهي خطورتها على تجاره انجلترا الدوليه اللي هتهدد تجاره انجلترا طبعا في طريق راس الرجاء الصالح. طبعا ننتقل دلوقتي لصفحه 15، نبدا مع سؤال 43. كان من أهم الأسباب الخفية للمطالبة بتسديد القروض رقم 1 إدخال مظاهر الحضارة الأوروبية، ولا سياسة مصر الخارجية، ولا السيطرة على موارد مصر المالية، ولا إلغاء المزارع الخديوية؟ طبعا المستر أحمد لسه من شوية بيقول إن كان عندنا التدخل أو اتخذوا الديون حجج واهية سنة 1875 بسبب سياسة مصر الخارجية، يبقى هنا هختار سياسة مصر الخارجية. أدرك الخديوي توفيق الدرس جيدا
خاصة بعد عزل والده، لذلك كانت سياسته السيطرة ولا التبعية ولا التصارع ولا الاستقلال. هو عارف مدى التدخل الأجنبي، فلذلك كان سياسته أن أنا هبقى في عندي التبعية لإنجلترا وفرنسا وأحط نفسي تحت نفوذهم. نيجي للسؤال اللي بعد كده 45. استعان إسماعيل لحل الأزمة المالية بالخبرات إنجليزية، فرنسية، ألمانية، روسية. طبعا هنا أنا هختار الإنجليزية، لأن إسماعيل كان قال لإنجلترا شوفي النظام اللي أنت شايفاه، عفوا ابعتوا لي موظف كفء من عندك يدرس أسباب عجزي عن تسديد الديون، فمن هنا هيبعتوا له مستر كيف. نيجي بعد كده على يستدل السؤال بعد كده من إرسال فرنسا لبعثة مسيو فيي أنها استشعرت بالخطر على مستعمرتها، ولا لديها رغبة في عرقلة إنجلترا في الشرق، ولا لديها رغبة في الانفراد بأمر مصر ولا تأمين مواصلاتها في الشرق. هنا أنا هختار أن كان عندها رغبة في عرقلة إنجلترا في الشرق حتى لا تنفرد بأمر مصر. ننتقل لصفحة رقم 16 مع سؤال 47. اتفضل يا مستر أحمد. سؤال 47 بيقول: أظهرت عدم قدرة العربيين على إقرار الأمن الداخلي. 1. مؤامرة الضباط الجراقصة، المذكرة المشتركة الأولى، مؤتمر الأستانة، حوادث اسكندرية. تعال نفكر في السؤال عدم قدرة العربيين على إقرار الأمن الداخلي. هل أحمد عرابي لما أصبح أحمد عرابي وزير للحربية في سنة 1882، طبعا مؤامرة الضباط الجراقصة، بالعكس ده أحمد عرابي قدر أنه يقبض على الضباط الجراقصة ويقدمهم للمحاكمة. المذكرة المشتركة الأولى طبعا ده بريطانيا وفرنسا هي اللي هتبعت المذكرة المشتركة الأولى. مؤتمر الأستانة أساسا العربيين ما لهمش دخل في مؤتمر الأستانة، يبقى أنا أختار حوادث اسكندرية اللي هي الخناقة اللي كانت ما بين واحد مصري وواحد واحد بريطاني أو واحد من جزيرة مالطا يعني بالتحديد. سؤال رقم 48 يعد أكبر الإصلاحات التي قام بها رب السيف والقلم هو: 1. الممارسة الحقيقية النيابية، 2. اختيار عرابي وزيرا للحربية، 3. رفض التدخل الأجنبي، تحقيق المطالب الفوية. تعال المفتاح السؤال، مفتاح السؤال أن أنت تعرف من هو رب السيف والقلم. رب السيف والقلم المقصود به محمود سامي البارودي. محمود سامي البارودي طبعا عمل ايه؟ محمود سامي البارودي اكيد مش هحقق المطالب الفوائيه، المطالب الفوائيه اساسا كانت حققت قبل ما محمود سامي البارودي ما يتولى الوزاره. ومش 3 رفض التدخل الاجنبي، لا احنا هنختار رقم 1 الممارسه الحقيقيه النيابيه اللي هو اقر ان مجلس النواب هيناقش الميزانيه. ولو كان في وقت في الحلقه كنا ممكن نشرح في النقطه دي اكتر من كده. تعال سؤال رقم 49. طالبت جمعيه الحزب الوطني في فبراير 1881 في تكوين إدارة مراقبة وطنية بديلة للمراقبة الثنائية من أجل إرضاء الدول الأوروبية، ولا الحد من النفوذ الأجنبي في الحكم، ولا مشاركة الحركة الوطنية في الوزارة، ولا استقرار الأوضاع الاقتصادية. أولا عايز أعرف مين جمعية الحزب الوطني. جمعية الحزب الوطني في فبراير 1881 المقصود بهنا جمعية حلوان. يا ترى جمعية حلوان اللي هم كان مجموعة من الشباب المتحمس اللي كان عايز يصلح حال الدولة، هل يا ترى كانوا عايزين يرضوا الدول الأوروبية؟ طبعا ده مستحيل. هل مشاركة الحركة الوطنية في الوزارة؟ هم ما كانوش طمعانين خالص في الوزارة، هم كان كل هدفهم ان مصر ما يتدخلش الاجانب في شؤون مصر الداخلية. ولا استقرار الاوضاع الاقتصادية؟ لا طبعا هنختار نقطة رقم 2 وهي الحد من النفوذ الاجنبي في الحكم. اتفضل يا استاذ مهند. دلوقتي هنوصل لصفحة 16، هتتعرض قدامنا على الشاشة دلوقتي، هنشوف الاسئلة لكن للاسف وقت البرنامج مش هيسعفنا فهنحاول نقولها بسرعة. أظهرت عدم قدرة العربيين على إقرار الأمن الداخلي، مؤامرة الضباط الجراكسة، ولا المذكرة المشتركة الأولى، ولا مؤتمر الأستانة، ولا حوادث الأسكندرية. طبعا هنقول حوادث الأسكندرية. طيب نيجي على السؤال اللي بعد كده. يعد أكبر الإصلاحات التي قام بها رب السيف والقلم، دي احنا قلناها دلوقتي، احنا قلناها مش نيجي على صفحة 50، السؤال رقم 50 صفحة 17. كانت القشة التي قسمت زهر البعير في كفر الدوار خيانة فرنسا، ولا إعلان عصيان عربي، ولا معاداة الدول الأوروبية للثورة العربية، ولا تخاذل الخديوي وتوفيق. هنختار إعلان عصيان عربي. نيجي بعد كده من مظاهر انفراد إنجلترا بمصر سياسيا بعد الاحتلال المباشر لها: إلغاء التبعية العثمانية، ولا طبع الإدارة المصرية بالطبع النجلزة، ولا إلغاء المراقبة الثنائية، ولا عقد الوفاق الودي. لا هنا هنختار إلغاء المراقبة الثنائية. نيجي على السؤال 52 الأخير معنا النهاردة. من مظاهر إخضاع مصر للسياسة الإنجليزية: تقليل عدد الجيش ووضعه تحت إدارة إنجليزية، فرضها الرقابة الثنائية، ولا نجلزة الإدارة المصرية، ولا إزار قانون دانلوب. لا هنا أدم مظاهر السياسة الإنجليزية، يبقى طبعا هنقول إيه؟ نجلزة الإدارة، يعني جعلها تحت إدارة إنجليزية. بكده يبقى وصلنا لنهاية الأسئلة النهاردة. أحسنت مستر جمال. مستر احمد لو عندك اي استفسارات او تساؤلات او اي حاجه عايز توجهها لطلباتك في نهايه الحلقه اتفضل، شوف نص دقيقه كده. طيب
كل اللي عايز اقوله ان احنا النظام الجديد ان احنا نركز فيه على اهداف الماده عندنا، بمعنى ان احنا لازم نكون فاهمين الماده كويس جدا، مش لازم ان انت تحفظ خالص على الطريقه القديمه، لا افهم كل حاجه، اعرف نواتج التعلم، افهم التاريخ كقصص قدامك، لازم ان انت تكون فاهم التاريخ علشان تقدر ان انت تحل عليه. احسنت يا مستر جمال، لو عندك اي استفسارات في حاجه سريعه كده عايزين نقولها. احنا طبعا النهارده زي ما نويت في بدايه الحلقه ان احنا كان اعتمدنا في جزء كبير جدا على الكتاب بتاعنا، كتاب مدرس على الهوى. طبعا ان شاء الله اتمنى ان الطلبه كلها تقتني هذا الكتاب، هتلاقوا فيه معلومات قيمه وخصوصا في مادتنا ماده التاريخ. ولو في اي استفسار تقدروا تتواصلوا بينا على الارقام اللي موجوده، هنوضح لكم الاجابات اللي انتم محتاجينها او اي استفسار عن اي سؤال. شرفتنا مستر جمال، شرفتنا مستر احمد، حلقه من الحلقات الممتعه اللي انا شخصيا استمتعت بيها معاكم، ونتمنى ان يكون طلابنا كلهم استفادوا بالحلقه. تمنياتنا القلبيه بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا الاعزاء. شكرا لكم جميعا.